والآن ينضم لنا من ود مدني مراسلنا وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل. إذن في الوقت الذي واصل فيه البرهان جولاته الداخلية تتواصل المعارك، لكن ما المعلومات المتوفرة من منطقة ود عشانة، خاصة وأن الحديث يدور عن نزوح الآلاف جراء هجمات نفذها الدعم السريع؟ نعم يحيى، حتى الآن المعلومات المتوفرة من ولاية شمال كردفان تحديدا من منطقة ود عشانة أن هناك عدد من الضحايا الذين سقطوا جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في هذه المنطقة. حتى الآن الإحصاءات تتحدث عن 8 ضحايا في صفوف المدنيين سقطوا جراء هذا الهجوم من قوات الدعم السريع، والتي كانت قد أصدرت في بيان سابق أنها سيطرت على منطقة ود عشانة بولاية شمال كردفان، وقالت أن الطريق الآن أصبح أمامها مفتوحا إلى مدينة كوستي، وهي أحد أكبر المدن في ولاية النيل الأبيض. المعارك حتى الآن مستمرة في هذه المنطقة بين الجيش وبين قوات الدعم السريع. هنالك بعض المصادر التي تقول أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر في العتاد وأيضا في الجنود جراء هذه المعارك في هذه المنطقة. بالعودة إلى العاصمة الخرطوم، ما تزال الاشتباكات مستعرة ومستمرة يحيى في مناطق مختلفة من العاصمة، حيث قصفت مدفعية الدعم السريع منذ الصباح الباكر عدة محاور في محيط القيادة العامة للجيش. أيضا الجيش قصف عدة مواقع للدعم السريع في محيط القيادة العامة. السيطرة اليوم كانت للمسيرات من الطرفين، حيث قصفت مسيرات الجيش مناطق واسعة لتمركزات وأهداف لقوات الدعم السريع، تحديدا شرقي العاصمة الخرطوم، حيث قصفت مسيرات الجيش عدة أهداف في أحياء الرياض والمعمورة والجريف وبري ومناطق أخرى متاخمة لجسر المنشية بشرق الخرطوم. أيضا يحيى، اندلعت اشتباكات عنيفة قبل أقل من ساعة من الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة جبل أولياء التي تتواجد بها محاور للمعارك منذ بداية هذه الحرب. وكانت أنباء سابقة قد تحدثت على أن الجيش قام بعملية تنشيط لمنطقة الكلاكلة، وهي منطقة قريبة جدا من القاعدة العسكرية للجيش بجبل أولياء. أشكرك نعم جزيلا مراسلنا وائل محمد الحسن، كنت معنا من ود مدني.